مرحبا بكم في قناة لالا توريا. اليوم نقدم لكم حريرة سميدة سهلة وكتجي بنينة. وما تنساوش الاشتراك في القناة. وبلا ما نطول عليكم ندوزو طريقة التحضير. عندنا جوج زلايف ديال الماء، سطرو ديال الحليب، زلافة سميدة، معلقة زبدة، شوية البزار، ومعلقة صغيرة ديال الملح. كناخدو كاملة كنكبو فيها جوج زلايف ديال الماء، وزلافة ديال السميدة، وهنا خصني الماء وزدت زلافة وحدة أخرى، معلقة صغيرة الملح، معلقة زبدة، وكنبداو نحركهم حتى كينسجموا مع بعضهم ونخليهم حتى يغلو. فاش كيغلاو كنضيفو لهم شويه ديال البزار، السطرو ديال الحليب،